أهلا بكم. لا تكاد تترافع أيها المغربي عن قضيتك الوطنية الأولى إلا وواجهك المرتزقة ومن يدعمهم بالسؤال: إذا كانت الصحراء مغربية، لماذا اقتسمتموها مع موريتانيا؟ معتقدين أنهم بسؤالهم هذا قد ضربوا ترافعك في مقتل، في حين أن ذلك التساؤل الخاطئ أصلا في مفرداته وخلفياته ليس سوى اجتزاء خبيث لمقتضى قانوني لا علاقة له من قريب أو من بعيد بأي اقتسام للصحراء المغربية بين المغرب وموريتانيا. فكيف يعقل بادئ ذي بدء أن يقتسم المغرب صحراءه مع أي كان، وهو الذي طالب بها كاملة منذ العام 1963؟ وكيف للمغرب أن يقتسم أراضيه مع موريتانيا والمغفور له محمد الخامس أعلن ومنذ العام 1958 في محاميد الغزلان عن عزم المغرب الراسخ على استرجاع صحرائه كاملة وكل حقوقه الثابتة؟ أننا سنواصل العمل بكل ما في وسعنا لاسترجاع صحرائنا وكل ما هو ثابت لمملكتنا بحكم التاريخ ورغبات السكان. إن هذا السؤال الكيدي والمغلوط يريد التغطية على المقتضى القانوني المتضمن في اتفاق مدريد، والذي ينص صراحة على تأسيس إدارة مؤقتة للصحراء المغربية تمتد صلاحيتها الزمنية من 14 نوفمبر 1975 إلى 28 فبراير من العام 1976، بما يعني أن نهاية الوجود الإسباني بعد ذلك التاريخ تعني أنه كان ينبغي أن ينتهي معه التكليف الموريتاني أيضا. لكن الذي حصل بعد كل ذلك هو أن توريط إسبانيا لموريتانيا في مهام الإدارة المؤقتة لمدة 4 أشهر وخلال وجود الحاكم الإسباني امتد إلى توريطها في الحرب أيضا، وهو ما جعل المهمة الموريتانية المفتعلة تستمر منذ ذلك التاريخ إلى العام 1979، بنفس الشكل الذي جعل القضية والنزاع المفتعل حولها يستمر بأكمله داخل اللجنة الرابعة للجمعية العامة إلى يومنا هذا. فلو كان هذا الواقع المشوه والملتبس والمفتعل الذي صححته موريتانيا بعد 3 سنوات سيعتبر اقتساما للصحراء المغربية مع موريتانيا، لكان الأولى أن يعتبر استرجاع طرفاية في العام 1958 واسترجاع سيدي إفني في العام 1969 كليهما تخليا عن الساقية الحمراء ووادي الذهب. فلماذا ستعتبر الإدارة المؤقتة اقتساما ولا يعتبر استرجاع أراضي 58 و69 أيضا اقتساما؟ ولماذا لا يفهم هذا المنطق الأعوج أن كل ما في الأمر أن المغرب خاض نضالا من أجل استكمال تحرير أراضيه واسترجاعها من المحتل الإسباني؟ لقد تمكنت موريتانيا وبعد 3 سنوات من تخليص نفسها من الورطة التي وضعتها فيها إسبانيا، وانسحبت من النزاع المفتعل كليا نحو حياد إيجابي ما تزال تصر عليه، وما يزال المرتزقة وداعموهم يلوكون نفس الكلام المضحك ويحاولون أن يجروا موريتانيا إلى نفس المستنقع. حييتم.